السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم عدنان الحرسي. صراحة اليوم أنا حبيت أقدم رأيي موضوع رفض جمهورية الصومال الفيدرالية لبعض القرارات التي طرحتها جامعة الدول العربية. صراحة أنا أؤيد، بما أني من الشعب الصومالي، أؤيد الحكومة الصومالية على هذه الخطوة. جميل أن تكون محايد، جميل أن تكون صفر الخلافات مع الدول المحيطة حولك، جميل أن تعرف وتقيم وضعك، يعني أنك عندك مشاكل داخلية، أنك أنت يعني في وأنت جريح أو مجروح ما تقدر أنك تروح تدافع عن شخص آخر. صراحة أنا أؤيد الحكومة الصومالية وأهنيها على هذه الخطوات. دولة يعني عندي اقتصاد مدمر، وعندي مثلا حركات إرهابية، وعندي يوميا الآلاف الشبه يوميا تقريبا مئات يموتون بسبب الانفجارات. ثاني شيء، موضوع القرار، انتبهت لقرارين معينين، هو موضوع الإرهاب، محاربة الإرهاب. فبنظري أنه يعني هذا اسمه تدخل في شؤون الآخرين. ليبيا صح دولة انهارت من تقريبا سنوات بعد سقوط النظام الديكتاتوري اللي كان موجود، لكن الحل في موضوع ليبيا بيد الشعب الليبي، هو اللي يعرف يختار مين عاوز، هو يعرف يختار مين مصلحته. لو الدول اللي تعمل تدخلات خلت الشعب الليبي هو يتفاهم، كان زمان اتحل الموضوع. لذلك أنا أنصح الشعب الليبي، لا تجعلوا أي حد يدخل في شؤونكم. نحن 30 سنة العالم كله يدخل في شؤوننا، حتى الآن ما قلنا 30 سنة. إذا أنتم تريدون خذوا من التجربة الصومالية ونصائحنا كشعب صومالي. لذلك نصيحتي للشعب الليبي، حل مشكلتك لحالك، حاول انك تتفاهم مع القيادات او الميليشيات الموجوده وتقدموا قليل من التنازلات على اساس انكم تستفيدوا من خيرات بلدكم، اللي هو اعتقد ليبيا من الدول الغنيه، وبترول لحاله يخليها من الدول المتقدمه، لكن يحتاج عقل. بخصوص موضوع ثاني، موضوع سد النهضه والاثيوبيا والخلافات الموجوده بين اثيوبيا ومصر ودول النيل مثل السودان كمان. الدول هذه اصلا الدول يعني نحن كصوماليين ما نقدر نختار. لذلك إثيوبيا قدمت لنا أيام الحرب وعاونت الصوماليين كثير. السودان كمان أيضا وفرت الشباب الصومالي تعليم وفرص كثيرة واستقبلت ناس كثير، ومصر أيضا نفس الشيء. لذلك نحن الدول وقفت معانا، ما نقدر نحن نقول نحن أنا أختار مثلا أنا أوقف مع مصر، لأن إذا أنا وقفت مع مصر أنا بخسر إثيوبيا، وإذا خسرت إثيوبيا أنا بخسر مصر. فليش أنا أدخل نفسي في متاهات وأخسر أصدقاء وأخوة لي؟ نصيحتي لأخوانا دول النيل، أنه النيل فيه خيرات كثيرة، واستغلال النيل بطريقة علمية وتفاهم، وتجلسوا مع بعض بطاولة التفاوض أفضل منه. أعتقد ما في حل، لأنه أي تصعيد الحرب تهلك الجميع. لذلك أنا دائماً أؤيد حاجة اسمها نقعد على طاولة تفاوض، وشو مصلحتك وشو مصلحتي وشو نقدر نعمل، على أساس أنه عيالي وعيالك يعيشوا مع بعض في سبات ونبات. وأقول للحكومة الصومالية، good job، القادمة لا نحتاج إلى تدخلات في شؤون دول أخرى، لا نحتاج إلى إصدار قرارات أو بكرة نحن نتحمل نتيجتها كأضرار اقتصادية، ومصلحتنا نخسر أصدقاء في سبيل أنه الدولة الفلانية مثلا تعطيني دعم، أو الدولة الفلانية توقف واقفة معايا، أو الدولة الفلانية زمان كان خدمتني. لا، نحن نريد من الحكومة الصومالية أن هي تهتم بمصالح المجتمع الصومالي وتواصل الفكرة الحيادية هذه. وأتمنى الحكومات اللي بعد الحكومة هذه إن هي تكون حكومات حيادية. نحن لما تكون الصومال دولة قوية واقتصادها قوي وعندها كلمة وعندها صناعات وعندها أشياء كثيرة، هذه الساعة نحن نقدر ندعم الدول الصديقة، نقدر ندعم الدول اللي وقفت معانا. أو فاقد الشيء، مثل يقول فاقد الشيء لا يعطي. فأنا فاقد الأمن
فاقد استقلالية البلد وحرية البلد في أنها تأخذ قرارها، وفي تدخلات سياسية من دول أخرى في بلدي، وفي حركات إرهابية موجودة. فكيف أنا أقدر أروح مثلا أرسل قوات حق ليبيا، أنا أروح أدخل في شؤون دول اقتصادها قوي ووقفت معايا، أروح أنا أكون أحد أسباب أن اقتصادهم يدمر؟ حاشا لله. نحن كصوماليين ننصح الجميع بالجلوس لطاولة التفاوض.